بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 120 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيتين 13 و14 بعد 200 من هذه السورة الكريمة، وهما قول ربنا سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقد وقفنا عند تفسير قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، حيث يقول الإمام: أما قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فاعلم أنه تعالى لما وصف حال أهل الكتاب وأنهم بعد كمال البينات أصروا على الكفر والجهل بسبب البغي والحسد، بين أن حال هذه الأمة بخلاف حال أولئك، فإن الله عصمهم عن الزلل وهداهم إلى الحق في الأشياء التي اختلف فيها أهل الكتاب. يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ونحن أول الناس دخولا الجنة يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي هدانا له يعني يوم الجمعة والناس لنا فيه تبع، وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. والحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. قال ابن زيد: اختلفوا في القبلة، فصلت اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق، فهدانا الله عز وجل للكعبة. واختلفوا في الصيام، فهدانا الله لشهر رمضان. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، فقلنا إنه كان حنيفا مسلما. وإلى هذا يشير قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. واختلفوا في عيسى عليه السلام، فاليهود فرطوا والنصارى أفرطوا، وقلنا القول العدل. والقول العدل في عيسى عليه السلام قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد،
له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يقول الإمام: وبقي في الآية مسائل. المسألة الأولى: من الأصحاب يعني من الأشاعرة من تمسك بهذه الآية على أن الإيمان مخلوق لله تعالى، قال: لأن الهداية هي العلم والمعرفة. وقوله تعالى فهدى الله نص في أن الهداية حصلت بفعل الله تعالى، فدل ذلك على أن الإيمان مخلوق لله تعالى. يقول الإمام معقبا على استدلالهم بهذه الآية: واعلم أن هذا الوجه ضعيف، لأن بينا أن الهداية غير والاهتداء غير، والذي يدل ها هنا على أن الهداية لا يمكن أن تكون عبارة عن الإيمان وجهان: الأول أن الهداية إلى الإيمان غير الإيمان، كما أن التوفيق للإيمان غير الإيمان. والوجه الثاني أنه تعالى قال في آخر الآية: بإذنه، ولا يمكن صرف هذا الإذن إلا إلى قوله تعالى، أو يقول: ولا يمكن صرف هذا الإذن إلى قوله تعالى فهدى الله، إذ لا جائز أن يأذن لنفسه، فلا بد ها هنا من إضمار ليصرف هذا الإذن إليه، والتقدير فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق فاهتدوا بإذنه. وإذا كان كذلك كانت الهداية مغايرة للاهتداء. المسألة الثانية احتج الأصحاب بهذه الآية على أن الله تعالى قد يخص المؤمن بهدايات لا يفعلها في حق الكافر، والمعتزلة أجابوا عنه من وجوه: أحدها أنهم اختصوا بالاهتداء فجعل هداية لهم خاصة، كقوله تعالى هدى للمتقين، ثم قال في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وثانيها أن المراد به الهداية إلى الثواب وطريقة الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وثالثها هداهم إلى الحق بالألطاف. المسألة الثالثة قوله لما اختلفوا فيه، أي إلى ما اختلفوا فيه، كقوله تعالى يعودون لما قالوا، أي إلى ما قالوا، ويقال هديته الطريق وللطريق وإلى الطريق. فإن قيل لما قال فهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ولم يقل فهداهم للحق فيما اختلفوا فيه، وقدم الاختلاف. والجواب من وجهين: الأول أنه لما كانت العناية بذكر الاختلاف لهم بدأ به ثم فسره بمن هداه. الثاني قال الفراء: هذا من المقلوب، أي فهداهم للحق مما اختلفوا فيه. قال الفراء: هذا من المقلوب، أي فهداهم للحق مما اختلفوا فيه. يريد الفراء أن الأصل فهدى الله الذين آمنوا للحق مما اختلفوا فيه، فجعل كلا من الحرفين أعني من واللام في مكان صاحبه. يقول السمين الحلبي: زعم الفراء أن في الكلام قلبا، والأصل فهدى الله الذين آمنوا للحق مما اختلفوا، واختاره الطبري. وقال ابن عطية: ودعاه إلى هذا التقدير خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحق. يقول ابن عطية: دعاه، أي دعا الفراء إلى هذا التقدير خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحق، فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه، وعساه أن يكون غير حق في نفسه. قال أي ابن عطية: والقلب في كتاب الله تعالى دون ضرورة تدفع إليه عجز وسوء فهم. ثم قال السمين معقبا على كلام ابن عطية: وهذا الاحتمال الذي جعله ابن عطية حاملا للفراء على ادعاء القلب لا يتوهم أصلا، أي أنه أيد كلام الفراء واختيار الطبري لهذا الوجه. المسألة الرابعة قوله بإذنه فيه وجوه. أحدها قال الزجاج: بإذنه، أي بعلمه. والثاني هداهم بأمره، أي حصلت الهداية بسبب الأمر
الثاني هداهم بأمره، أي حصلت الهداية بسبب الأمر، كما يقال قطعت بالسكين، وذلك لأن الحق لم يكن متميزا عن الباطل، وبالأمر حصل التمييز فجعلت الهداية بسبب إذنه، أي أن الباء هنا للسببية. الوجه الثالث قال بعضهم لا بد فيه من إضمار والتقدير، هداهم فاهتدوا بإذنه. وأما قوله تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فاستدلال الأصحاب به معلوم، والمعتزلة أجابوا من ثلاثة أوجه: أحدها المراد بالهداية البيان، فالله تعالى خص المكلفين بذلك، والثاني المراد بالهداية الطريق إلى الجنة، والثالث المراد به اللطف فيكون خاصا لمن يعلم أنه يصلح له، وهو قول أبي بكر الرازي يعني الجصاص. ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية الرابعة عشرة بعد المئتين، وهي قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فقال في النظم وجهان: الأول أنه تعالى قال في الآية السالفة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والمراد أنه يهدي من يشاء إلى الحق وطلب الجنة، فبين في هذه الآية أن ذلك الطلب لا يتم ولا يكمل إلا باحتمال الشدائد في التكليف، فقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. الوجه الثاني في بيان النظم أنه في الآية السالفة بيّن أنه هداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ثم بيّن في هذه الآية أنهم بعد تلك الهداية احتملوا الشدائد في إقامة الحق وصبروا على البلوى، فكذا أنتم يا أصحاب محمد لا تستحقون الفضيلة في الدين إلا بتحمل هذه المحن. وفي الآية مسائل: المسألة الأولى استقصينا الكلام في لفظ أم في تفسير قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، والذي نريده هاهنا أن نقول أم استفهام متوسط، كما أن هل استفهام سابق، فيجوز أن يقول هل عندك رجل، يجوز أن تقول هل عندك رجل، أعندك رجل ابتداء. إذن هذه هل يبدأ بها في الاستفهام، هذا استفهام ابتدائي يعني لم يسبقه استفهام آخر. أم استفهام متوسط وهل استفهام سابق، فيجوز أن تقول هل عندك رجل، أعندك رجل، أن تبتدئ بهل وبالهمزة، ولا يجوز أن يقال أم عندك رجل. فأما إذا كان متوسطا جاز، سواء أكان مسبوقا باستفهام آخر أو لم يكن. أما إذا كان مسبوقا باستفهام آخر فهو كقولك أنت رجل لا تنصف، أفعن جهل تفعل هذا، أم لك سلطان. وأما الذي لا يكون مسبوقا بالاستفهام فهو كقوله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه. وهذا القسم يكون في تقدير القسم الأول، والتقدير أفيؤمنون بهذا أم يقولون افتراه، فكذا تقدير هذه الآية فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فصبروا على استهزاء قومهم بهم، أفتسلكون سبيلهم أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير سلوك سبيلهم. هذا ما لخصه القفال رحمه الله، والله أعلم. المسألة الثانية قوله تعالى ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي ولم يأتكم مثل الذين خلوا، أي أن لما بمعنى لم. وذكر الكوفيون من أهل النحو أن لما إنما هي لم وما زائدة. الكوفيون قالوا لما تتألف من لم وما زائدة، وقال سيبويه ما ليست زائدة، لأن لما تقع في مواضع لا تقع فيها لم،
لما تقع في مواضع لا تقع فيها لم. يقول الرجل لصاحبه أقدم فلان فيقول لما، ولا يقول لم مفردة. قال المبرد إذا قال القائل لم يأتني زيد فهو نفي لقولك أتاك زيد، وإذا قال لما يأتني فمعناه أنه لم يأتني بعد وأنا أتوقعه. إذن هذا معنى لما، لما يأتني معناه لم يأتني وأنا أتوقع إتيانه. قال النابغة أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. والبيت للنابغة الذبياني ومعناه لقد قرب موعد الرحيل، إلا أن الركاب لم تغادر مكان أحبابنا بما عليها من الرحال، وكأنها قد زالت لقرب موعد الفراق، فجاء بلما لأنه يتوقع مغادرتهم، أي أنهم لم يغادروا لكنهم سيغادرون، فهو يتوقع مغادرتهم فجاء بلما. فعلى هذا قوله ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم يدل على أن إتيان ذلك متوقع منتظر، يعني لم يأتي لكن إتيانه متوقع منتظر. يقول ابن عاشور رحمه الله ولما أخت لم في الدلالة على نفي الفعل، ولكنها مركبة من لم وما النافية. إذن ما هنا نافية وليست زائدة كما قال الكوفيون. إذن لم لما تتألف من لم وما النافية، فأفادت توكيد النفي لأنها ركبت من حرفي نفي، من لم وما. ومن هذا كان النفي بها مشعرا بأن السامع كان يترقب حصول الفعل المنفي بها، فيكون النفي بها نفيا لحصول قريب، النفي بها نفي لحصول قريب للفعل، وهو يشعر بأن حصول المنفي بها يكون بعد مدة. إذن ينفي الحصول لكنه يتوقع حصول ذلك المنفي بعد مدة. إذن يقول ومن هذا كان النفي بها مشعرا بأن السامع كان يترقب حصول الفعل المنفي بها، فيكون النفي بها نفيا لحصول قريب، وهو يشعر بأن حصول المنفي بها يكون بعد مدة. وهذا استعمال دل عليه الاستقراء، واحتجوا له بقول النابغة أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي، فنفى بلما ثم قال وكأن قدي، أي وكأنه قد زالت. والواو هنا للحال في قوله ولما يأتكم، أي أحسبتم دخول الجنة في حالة انتفاء ما يترقب حصوله لكم من مس البأساء والضراء، فإنكم لا تدخلون الجنة ذلك الدخول السالم من المحنة إلا إذا تحملتم ما هو من ذلك القبيل. انتهى كلام ابن عاشور رحمه الله. المسألة الثالثة، قال ابن عباس رضي الله عنهما لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اشتد الضرر عليهم لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم في أيدي المشركين، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى تطييبا لقلوبهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. وقال قتادة والسدي نزلت في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والحزن، وكان كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وقيل نزلت في حرب أحد لما قال زعيم المنافقين عبد الله بن أبي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى متى تقتلون أنفسكم وترجون الباطل، ولو كان محمد نبيا لما سلط الله عليكم الأسر والقتل، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
واعلم أن تقدير الآية أم حسبتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة بمجرد الإيمان بي وتصديق رسولي دون أن تعبدوا الله بكل ما تعبدكم به وابتلاكم بالصبر عليه ودون أن ينالكم من أذى الكفار ومن احتمال الفقر والفاقة ومكابدة الضر والبؤس في المعيشة ومقاساة الأهوال في مجاهدة العدو كما كان كذلك من قبلكم من المؤمنين. وهو المراد من قوله ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، والمثل هو المثل وهو الشبه، وهما لغتان مثل ومثل كشبه وشبه، إلا أن المثل مستعار لحالة غريبة أو قصة عجيبة لها شأن. ومنه قوله تعالى ولله المثل الأعلى، أي الصفة التي لها شأن عظيم. واعلم أن في الكلام حذفا تقديره مثل محنة الذين من قبلكم، وقوله مستهم بيان للمثل وهو استئناف، كأن قائلا قال فكيف كان ذلك المثل، فقال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. أما البأساء فهو اسم من البؤس بمعنى الشدة، وهو الفقر والمسكنة، ومنه يقال فلان في بؤس وشدة. وأما الضراء فالأقرب فيه أنه ورود المضار عليه من الآلام والأوجاع وضروب الخوف. يقول الإمام عندي أن البأساء عبارة عن تضييق جهات الخير والمنفعة عليه، والضراء عبارة عن انفتاح جهات الشر والآفة والألم عليه. إذن يقول الإمام البأساء عبارة عن تضييق جهات الخير والمنفعة على الإنسان أو على المؤمن، والضراء عبارة عن انفتاح جهات الشر والآفة والألم عليه. وأما قوله تعالى وزلزلوا، أي حركوا بأنواع البلايا والرزايا. قال الزجاج أصل الزلزلة في اللغة من أزال الشيء عن مكانه، فإذا قلت زلزلته فتأويله أنك كررت تلك الإزالة، فضوعف لفظه بمضاعفة معناه. وكل ما كان فيه تكرير كررت فيه فاء الفعل، نحو صر وصرصر وصلى وصلصل وكف وكفكف. وأقل الشيء أي رفعه من موضعه، فإذا كرر قيل قلقل. وفسر بعضهم زلزلوا هاهنا بخوفوا، فسر زلزلوا بخوفوا، وحقيقته غير ما ذكرنا، وذلك لأن الخائف لا يستقر بل يضطرب قلبه، ولذلك لا يقال ذلك إلا في الخوف المقيم المقعد لأنه يذهب السكون. فيجب أن يكون زلزلوا هاهنا مجازا والمراد خوفوا، ويجوز أن يكونوا مضطربين لا يستقرون لما في قلوبهم من الجزع والخوف. وأقول الحاصل أن زلزلوا قد يكون مجازا عن الخوف لأن الخائف يضطرب قلبه ولا تسكن نفسه، كما قال تعالى وبلغت القلوب الحناجر، وقال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وقد يكون زلزلوا على حقيقته ومعناه الاضطراب الشديد وعدم الاستقرار الناجم عن الخوف. ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الأشياء ذكر شيئا آخر، وهو النهاية في الدلالة على كمال الضر والبؤس والمحنة، فقال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وذلك لأن الرسل عليهم السلام يكونون في غاية الثبات والصبر وضبط النفس عند نزول البلاء، فإذا لم يبق لهم صبر حتى ضجوا كان ذلك هو الغاية القصوى في الشدة، فلما بلغت بهم الشدة إلى هذه الدرجة العظيمة قيل لهم ألا إن نصر الله قريب، قيل ذلك إجابة لهم إلى طلبهم. فتقدير الآية هكذا كانت حالهم إلى أن أتاهم نصر الله، ولم يغيرهم طول البلاء عن دينهم. وأنتم يا معشر المسلمين كونوا على ذلك وتحملوا الأذى والمشقة في طلب الحق، فإن نصر الله قريب،
لأنه آت وكل ما هو آت قريب. وهذه الآية مثل قوله تعالى في مطلع سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ومثل قوله تعالى في سورة آل عمران أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والمقصود من هذه الآية ما ذكرنا أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينالهم الأمر العظيم من البأساء والضراء من المشركين والمنافقين واليهود، ولما أذن لهم في القتال نالهم من الجراح وذهاب الأموال والنفوس ما لا يخفى، فعزاهم الله تعالى في ذلك، وبين أن حال من قبلهم في طلب الدين كان كذلك. والمصيبة إذا عمت طابت. وذكر الله من قصة إبراهيم عليه السلام وإلقائه في النار، ومن أمر أيوب عليه السلام وما ابتلاه الله به، ومن أمر سائر الأنبياء عليهم السلام في مصابرتهم على أنواع البلاء، ذكر ما صار سلوة للمؤمنين. روى قيس بن أبي حازم عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلقى من المشركين، فقال إن من كان قبلكم من الأمم كانوا يعذبون بأنواع البلاء فلم يصرفهم ذلك عن دينهم، حتى إن الرجل يوضع على رأسه المنشار فيشق فلقتين، ويمشط الرجل بأمشاط الحديد فيما دون العظم من لحم وعصب، وما يصرفه ذلك عن دينه، وأيم الله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ونقف عند المسألة الرابعة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير هذه الآية الكريمة، نقرأها وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.